قال الرب يسوع في يوحنا 8 32 "وتعرفون الحقيقه والحقيقه تجعلكم احرارا. هل انت جائع لتحيا الحياه الافضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الارض؟ استمع الان للحق الذي يجعلك تحيا حياه الغلبه والانتصار، حياه الفرح والنجاح. حياة الشفاء والوفرة وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة نشوف يوحنا برضو ادانا تعليم قوي جدا في يوحنا الاولى عاملين نشوف الوعظ في الكتاب المقدس يوحنا الاولى ثلاثة وعدد اثنين ايها الاحباء الان نحن اولاد الله لم يظهر بعد ماذا سنكون؟ لم يظهر بعد ما سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو وكل من عنده هذا الرجاء من سنين تكلمت قلت أني لا يوجد شيء لم يحقق إلا مجيء الرب مش كده لما اجي اقول حد يقول انا اخذت وعود من الرب وعود يبقى اذا انت لسه مش ماشي بالايمان لكن لما تبقى فاهم ان كلمه الله اساسا حققت وطبقت من خلال رب يسوع هو تحقيق كل الوعود في اللحظه دي تتعامل مع الامر انه ده دوري ان انا اكبر ايماني عشان الحاجه دي اعيشها. الرب ما وعدناش ان احنا هنخلص، رب يسوع عمل الخلاص. فبالتالي اول ما انت بتقبل يسوع انت بتستفيد من الخلاص. الخلاص شيء مش لسه مرجو هيحصل بعدين لكن خلاص ده شيء تم هنا بتكلم عن ايه؟ كل من عنده هذا التطلع والتوقع الإيجابي يقعد طول الوقت يفكر فيه يقعد محافظ على قلبه ومنظف نفسه ومنظف نفسه يطهر نفسه طول الوقت هو بيقعد ينظف نفسه كل حاجة تيجي تلزق به ينظف نفسه ليه؟ أنا هقابل الرب أنا هقابل الرب تخيل معايا من 2000 سنه بيوعظوا عن هذا الكلام كان بالحري احنا كل خططك وكل كل كلمه بتقولها في بيتك كل حاجه انت بتعامل معاها لازم تكون متمحوره جوه هذا الامر تجد نفسك مطهر اما حاله الغفاله اللي الناس واقعه فيها هي دي اللي تخلي الناس مش طاهره فبيقول كما هو طاهر بتطهر نفسك كما أن المسيح طاهر كما أن حالتك طاهرة كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا الخطية هي التعدي التعدي إيه؟ تعدي أن تخرج بره التفكير في هذا الهدف دي خطية عشان كده الأمر يحتاج أنك تكون في حالة استعداد وتفكير افتح معايا يوحنا رؤيا اسف رؤيا ثلاثة هنا بيوصف حالات من الكنايس بتوضح لنا ان يوجد حالات روحية في حالات رائعة في حالات وسط في حالات سيئة جدا شوف نفسك في انهي تصنيف كمولود من الله العدد واحد اكتب الى ملاك كنيسه التي في ساربس. هذا يقول له الذي له سبعه ارواح الله والسبعه كواكب انا عارف اعمالك انا لك اسما انك حي وانت ميت كان خطير قوي لما ربي يسوع يقول هذا الكلام عن كنيسه او عن اشخاص انت في الوش حي لكن انت ميت كده دايما بقول ليست كل الكنائس حيه. ده تقييم الهي. فبيقول له ايه؟ طب ايه العلاج؟ واحد في حاله من الضياع ده الحاله السوداء خالص دي. فبيقول له طيب فوق استيقظ كن ساهر معناها اصحى من النوم وبعد كده الحق اللي باقي. شدد ما بقي. شدد ما بقي. الذي هو عتيد ان يموت على وشك اخر حاجه كانت اعدالك انك انت طول الوقت محافظ على انك على الاقل بتدي اعتبار للرب شويه في حياتك، حافظ على ده ان ده على وشك يموت ده على وشك يموت، دي حاله سيئه جدا فقال له في الحقيقه انا شايفك ميت في الوش انك في انشطه وفي امور جميله قد يكون بالنسبة للكنيسة اجتماعات كل يوم قد يكون بالنسبة للفرد أنه طول الوقت بيسبح الرب وفي الحقيقة هو خاوي من جوه قد يكون بيشير بوستات جميلة لكن في الحقيقة هو ميت قال له لك صورة في الخارج أنك أنت حي انتبه للقلب لأن الموضوع يختص أنك أنت بتحكي مع إله يرى القلوب لاني لم اجد اعمالك كامله امام الله انا مش عاجبني حالك الرب يسوع بيتكلم بصوره تصحيحيه بعض الناس يقول رب مش بيفتكر خطايانا ما زعر هذه الايات نعم رب لا يتذكر الخطايا لكن بيحاسب هذه الامور ده نتيجه التعليم الخطا عن ان النعمه هي تسيب ما تقلتش بالحرف بس ادت الى فهم النعمه بصوره غلط وبدل الانشغال بالتعليم عن النعمه ان هي قوه طلاله احداث التغيير تم الانشغال بان هي ليست بالاعمال ليست بالاعمال في حين ان في كلام خطير جدا والموت هنا بيتكلم عن هلاك فاذكر كيف اخذت وسمعت ايه اللي اخذته من التعليم؟ إيه العلاج افتكر التعليم ارجع تاني للتعليم ايه اللي اخذته من التعليم؟ ايه اللي سمعته؟ وابتدي يعيش بيه كلمه احفظ مش معناها تسمعه يعني معناها تعيشه وابتدي توب عن الوضع اللي أنت فيه ليه؟ فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك مين الناس اللي هيفاجئوا بالاختطاف كأنه لص هم الناس اللي مش سهرانين أعكس الآية الناس السهرانة هي اللي هتعرف عندك بعض الأسماء القليلة أم اللي لسه ما لم ينجسوا ثيابهم هم دول اللي هيكونوا سيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون حاله استحقاق من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيض ولن امحو اسمه من صفر الحياه الارتداد الهلاك واضح في الايه يوجد الناس هتمحى اسمائها من صفر الحياه الناس اللي هي منجسه ثيابها وساعترف باسمه امام ابي وامام ملائكته المشهد دوت مشهد عظيم جدا مشهد انه بنفس الرب بنفسه هيندح الاسماء بتاعت الناس في كرسي المسيح وهو بيندح تخيل معايا الرب يسوع بنفسه بيندح اسمك بيقول فلان الفلان يجي ويقف ويكافئ على اعماله ما اروع المشهد ده إيه رأيك ما تشغل بالك بدل بالأفلام والممثلين والكورة والكلام دوت بالمشهد دوت؟ إيه رأيك ما تقعد تفتكر وتفكر في اليوم دوت في اللحظة دي؟ لحظة فيها رب شخصيًا يندح اسمك ويفتخر بيك أمام الآب وأمام الملائكة. اللحظة دي حامة جدًا فبيقول له الناس دي هتكرم وده كان شيء كتير جوه بعض المؤمنين اللي فيه بيفتكر ان الدنيا سداح مداح وان النعمه هي عباره عن تذكره السماء مضمونه وشرحت ده قبل كده في الحياه المسيحيه وكيف تحياها ارجع للسلسله دي ان يوجد شيء من عدم العدل جوه الناس شعور بالظلم ان كيف يتساوى الشخص الحر في الروح بالشخص الغير حر في الروح لا يوجد فرق ما له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس زي ما قلت قبل كده من بعد أصح أربعة ما تلاقيهوش بيقول لك للكنائس من له أذن يسمع ما يقوله الروح ما يقولش للكنائس لأنه خلاص كمل معايا عايز أمسك كنيسة تانية لودوكية أنا مش مش هدفي أمسك الكنائس كلها دلوقتي لكن خليني أقرأ سريعا من عدد عشرة قبل ما أدخل لودوكية لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض. لاحظ معايا بعض الحاجات في الايه دي انها بتتكلم على الاختطاف قبل الضيق. ساحفظك من ساعه التجربه، خلي بالك لم يقل ساحفظك من احداث التجربه، لم احفظك من التجربه. ما قالش كده، قال احفظك من التوقيت، تكلم بلغه التوقيت. بلغه التوقيت، اذا بيتكلم عن حقبه الزمن، مش بيتكلم عن الاحداث بس. معنى كده الكنيسه تبقى بره في الحقبه دي بتكلم عن حقبه الزمن مش الاحداث لو كان بيقول هحفظك من التجربه قد تحتوي على احتماليه انه ممكن يكون اثناءها انا موجود ومحمي في الارض لكن بيتكلم ساحفظك من التوقيت دو. دي حاجه الحاجه الثانيه من اي خروجا من خروجا من. ساحفظك بره دو دي برضو نقطه حطها في الذهن في الآية دي وكيف بيقول إيه؟ وتيجي تقرأ في ترجمات تانية سأحفظك من كل في بعض الترجمات التانية جايباها من كل ما سيحدث سين سؤال ماذا عن الذبح اللي هيحصل من أول رؤية الستة وطالع كمية ذبح وقتل أين حفظ الرب في هذا الوقت. إذا مش هتكلم عن الناس الرب يحميهم أثناء الضيقة إن في كمية ذبح وقتل وفي ناس هتسرق في السماء وتقول إلى متى؟ عايزين انتقام من اللي بيحصل في الأرض ده. إذا هذا ليس حفظ. إذا كلمة حفظ هنا معناها خروجا من الحقبة الزمنية دي. العتيدة أن تأتي على العالم كله، بتكلم عن الضيقة، بعض الناس يقول دي خاصة بالكنيسة دي لكن آآ آآ لماذا بناخد اللي بعده ونطبقه حاليا اللي هي المكافئات زي هينده اسمه زي لسه قارينا حالا اشمعنى باخد حاجات وحاجات لا لكن دي قوانين عامه في تفسير الكلمه ان في حاجات تسري على المبادئ العامه نرجع ندخل على كنيسه لودوكيه احنا مسكنا الحاله السوداويه بتاع شخص له صوره إن هو حي وهو ميت لكن تعال ندخل على حد بين البني و خطوره هذا هذه الحاله وانا عن نفسي شفت اجيال اجيال كامله بالمنظر ده شفت اعمار وانا طفل صغير شفت كميه اعمار متفاوته اللي في العشرينات والثلاثينات والاربعينات شفت كميه الحالات اللي فيها الميوعه الروحيه وده الخطير اللي الخطوره بتاعته لشخص مش بيكتشف ده. ليه؟ ان هو محتفظ ببعض البروتوكول الخارجي والشكل الخارجي اللي مش ظاهر فيه ان هو متلوث بالعالم. فمخدوع يختلف على الشخص اللي في حاله من الـ الـ السواد الواضح فكان يبقى افضل على الاقل عارف نفسه يقول لك انا عارف نفسي بعيد عن رب لكن ده في حاله من ايه بين البني وده خطير جدا فعد 14 وقت. اكتب الى ملاك كنيسه لودكين هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق بدايه خليقه طالب كل مره في كل تحيه لكل كنيسه لها لها شرحها بس مش وقته انا عارف اعمالك أنا لست باردا ولا حر فبيقول له يا ريتك كنت ودايما بقول الجمله ديه يا ريتك كنت حرا أنا اتمنى يعني روح اكيد هيشجع على الحراره الروحيه والشغف الروحي لكن قال له يا ريتك تبقى واضح يا ريتك تبقى بارد او حر معنى كده الرب هنا بيتكلم على خطوره الميوعه بين البنين الفاتر ليتك كنت باردا او حرا أنت في حالة من الميوعة، في حالة من بين البنين، في حالة من الفتور. هكذا لأنك فاتر. يعني لا سخن ولا سائع، هو ده الشخص اللي هو لك أمين أمين، لكن قلبه في العالم. هو نفسه أمين وينشغل شوية في في الاجتماعات، لكن قلبه في العالم. زي العربية اللي بتطلع وترجع تركن، راكن فين؟ راكن فين؟ أين مكان سكناك؟ مهما خرجت أنت لازم ترجع بيتك، أين الطبيعي بتاعك؟ قد تكون انشغلت بالعالم. في الناس العكس. قد تكون رحت الشغل بتاعك لكنك أساسي أنت في بيتك. بتقعد تفكر في الكلمة. في ناس العكس، في اللي هو طول الوقت في العالم وفين وفين لما بيطلع إلى الكلمة. هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا, ولا حرا. أنا مزمع أن أتقياك من فهم ارتداد الهلاك. ده حرفي والمشكلة إنك أنت مش تايب ده أنت كمان بتقول ده أنا غني وأنا ذا الفل أنا أنا لولا إن ربنا معايا أنا كان زماني حصل لي وحصل لي، حد يقدر يعيش من غيره؟ جمل جمل وأنا وأنا عندي اختبار يتكلم فقط في حالات الاختبارات كنت هعمل حادثة ورب أنقذني بعد كده نوم لا يوجد حرارة روحية في الطبيعي المفروض يكون يشتعل في الكلمه هيبتدي يديله نصيحه. لكن هو طول الوقت بيتكلم عن انا انا زي الفل فقط بيتكلم عن الحاجات الخطيره جدا اللي كان هيموت فيها الحالات اللي فيها آه يعني امور فيها ضجه يعني ليه؟ لانه مش بيتحرك له ساكن غير في الحالات الضخمه، الكلمه لم تعد تحرك له ساكن. دي حاله خطيره، لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجتي الى شيء انا زي الفل. وطول الوقت انا 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 معايا اسرتي وانا زي الفل انا جسمي سليم انا خلاص انا عايز رب ليه؟ لانك انت باصص للرب لو انت في الحاله دي نظره اني بعوزه في حالات بس مكرة الفلوس هو ده لكن مش نظره علاقه ولست تعلم انك انت الحاله بتاعتك تشخيصي ليك الله انك شقي بائس فقير اعمى عريان كلام خطير ونصيحتي ليك اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني فعلا تبقى فعلا حاله الغنادية وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك انت عريان روحيا هم دول الناس اللي فجاه بوم يحصلوا موقف يحصلوا موقف يقضي عليه مش معنى كده حياتك مش هتكون مليانه او فيها بعض الاحداث لكن بتكلم على هو ده الشخص اللي يوم يجي يستعد عشان يواجه اللي حصل له من موقف عريان روحيا مش لابس سلاح الله. طب كحل عينيك بكحل لكي تبصر يعني خد مني الماده اللي هتخليك تستنير ان كل من احبه اوبخه واؤدبه فكون حماسي ده العلاج اشتري مني خد مني كفاك خداع في نفسك وانا مش بقول الكلام ده عشان بقطمك بالكلام انا بقول الكلام ده لاني بحبك لاني طبيعي الشخص اللي زي كده اول ما تيجي تكلمه اقول انت طول الوقت بتقولي كده طول الوقت شايفني كده وبتحصل في قعدات رعاية طول الوقت شايفني كده طول الوقت شايفني كده في اشخاص ممكن عشر سنين في نفس الحاله دي وكل قاعدة رعايه قال له خلي بالك يا فلان انت بتحب العالم وفي اللي قدامي بيعمل التضحيه بتاعت انه يمسح الفيسبوك وكانه قدم ذبيحه واحترقت قدامي لكن بترجع تاني ليس القصه استعمل فيسبوك انك تخدم فيه وليس انك تكون مسحوب فيه كل من احبه اوبخه وادبه كن حماسي لفظ غيورا معناها كن حماسي وتوب ها انا ده واقف على الباب واقرع الشخص ده وصل لمرحله انه بدا يجعل الرب في حته ابعد من الطبيعي ده الرب بدا يبقى بره الباب ها انا ده واقف الايه دي استخدمت الخطا انا عارف وفي الكرازه لكن في الحقيقه هي استخدمت في اصل الايه اساسا عشان شخص مؤمن وصل انه حط رب بره مش قاعد لا ده قاعد بره بيقول له أنا بطرق الباب أنا مش شخص ملح أنا مش شخص بقتحم أنا عمري ما هو ده الشخص اللي ترجع تلاقيه سأل وليه ربنا سابني وليه ما حصليش كذا وليه ما ترقتش هو ده الشخص اللي هو فالح بس يتكلم في الحتة دي لكن لا يعلم جيدا ان هو اساسا وضع رب خارجا في مبادئ الكلمه. ويوم ما يجي يقول يعني لازم اشتد روحيا عشان يحصل لي كذا وانا لازم وكانه بيقول يعني ليه ربنا ما بيعملش الحاجه دي من نفسه؟ دي المشكله اللي شرحتها في المعجزات وكيف تنجح المشكله اللي واصله للناس إن الرب بيدي مكافآت معجزات وهي مكافآت في حين المعجزات هي ناتجة عن افكار رب دخلت مخك وصرت تفكر زيه فبتحصل المعجزه من جواك لبرك الحياه من الداخل للخارج وليست ان رب لما لقاك انت صليت له شويه حاضر تفضل عملك المعجزه لا هي مش مكافآت هي ان الرب بيعدي تفكيره عليك فتقعد تفكر بطريقته تجاه الموقف اللي عايز فيه معجزه فيبتدي فعلا طريقه التفكير دي تغير الواقع وكلماتك تتغير وترى الموقف حسب الكلمه أنا بقول له كُن غيور علما بانني عمال اقرع الباب يا فلان فلان انا نفسي في علاقه حيه معك انا نفسي ادخل اتعشى معك أه ان سمع احد صوتي وفتح الباب ده في حاله من عدم سماع الصوت كلام خطير تبقى الوعظه شغاله شخص بيلعب جيمز او بيفتكر الشغل بتاعه يفتكر يعمل ايه لما يروح او يسرح ليه الصوت لم يعد يسمع الفون الالهي الصوت اللي لم يعد يسمع كلام خطير ادخل ادخل اي وقت عشاء مع معي بس لو لو سمع يبقى اول مرحله هي الاصغاء ثاني حاجه ان يفتح الشخص يفتح قلبه اوكي انا هتصلح في الحاجه دي انا هاخد الكلمه بجديه يحصل علاقه بينك ما بينه كلمه اتعشى معه مش معناها عشاء يعني عشاء لكن هي علاقه من يغلب فساعطيه ان يجلس معي في عرشي كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عرشه من له اذن فليسمع ما يقوله روح للكنائس كيف غلب يسوع؟ انه لم يسمح بان روح القدس يكون خارج الباب كما غلبت طريقتي انا انتصرت بنفس الطريقه انا عديت في اللي انتوا عديتوا فيه انا مش غريب عليا انتوا عديتوا فيه انا كنت انسان في يوم من الايام على الارض وعديت فيما هو قد تالم مجربا يقدر يعني فانا عديت في ده وأنا زي ما غلبت وجلست هترتاح في الاخر دي حاله من الحرب عدت عليه تجارب عدت عليه أمور عدت عليه ناس تستفزه عدت عليه ناس عايزة تقتله عدت عليه مكايد عدت عليه خيانة ترك كل ده عدم اقتناع أسرته بيه كل دوا عدى عليه لكن رفض أنه يخضع لدوة وغلب والناتجة نتيجة هي دي ونفس النتيجة تحصل معنا لو إحنا تحركنا الأمر ده إحنا جالسين على يمين الآب طبعا لكن نتكلم عن جلوس السيادة والتسلط في الملك الألفي. طيب خليني أفتح معاك عبرانيين 10 نرجع لبولس نعم قد يكون مش بولس اللي كتبها بس برنابا كتبها وراه وارد لكن هذا بولس بسبب الاستنارة القوية بتاعته أنا عارف الخناقة اللي حصل على عبرانيين مين كتب إبراهيم لكن هو بولس من خلال برنابا حسب بعض المخطوطات اللي إدت نكهة في الحتة دي الموضوع طيب أمرين عشرة خلينا نمسك آية مشهورة جدا بس عايزين نشوف إيه الحواشي بتاعتها أمرين عشرة وعدد خمسة وعشرين غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل وعزين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب درسنا الحلقة السوداوية خالص شخص ميت وهو عايش له صوره انه هو عايش. درسنا حاله الفتور وهي اخطر لانه مش عارف نفسه. يوجد ناس مشتعله. يوجد ناس في حاله من ليكون غيورا يعني كن مشتعلا وتوب، ابتدي تحمس ارجع وادرس كيف تكون حرف في الروح. انك بتكون شغوف مرحلة انك الى بيت رب فرحت بالقليل الى بيت رب نذهب يبتدي شخص يشتعل برجال الله يشتعل بالكلمة يشتعل بحب رب لي كل الحاجات دي اللي خاصة بالموضوع ده لكن في عوامل ايه اللي عليه سواء ايا كان المحطات اللي انت او المستوى اللي انت واقف فيه من الحالة الروحية غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل وعظين بعضنا بعضا وبالاكتر على قدر ما ترون اليوم يقرب تعال نشوف الشاهد دوا ايه القصه بتاعته الحقيقه بيتكلم عن الاختطاف طيب لما تيجي ترجع للدراسات اللي دارس الكتاب المقدس هيفهم اللي انا بقوله كويس وراجع ورايا عبرانيين كتبت الى كهنه مش بس عبرانيين كتبت الى كهنه في شعب اسرائيل كانت تحذف الكهنه ثم قرات للشعب كعبرانيين فبالتالي هو بيتكلم بلغه الكهنه فاهمينها عبرانيين يعني يهود فكتب الرسالة دي لأشخاص ذات عقلية كتابية تختلف عن الشعب فبدأ يستعمل معهم كلمات الناس دي الشريعة فبدأ يقول لهم خلوا بالكم إن ما مشيتوش مع الروح القدس ومشيتوا مع الرب صح هتدخلوا الضيقة إن مشيتوا مع الرب هتنقذوا من الضيقة وبدأ يستعمل حاجات هم فاهمينها مقتبسه من تسنية 32 خليني اقرا معاك اخر كام عدد عشان تفهمها على 29 فكما عقبا اشارت تظن انه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمه هيعدي في القضاء مجهز لشعب اسرائيل والقضاء المجهز للامم اللي هو سبع سنين ضيقة فكم عقابا اشار تظنون يحسب مستحق من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرا بروح النعمه فلا نعرف الذي قال لي الانتقام دي كلمات قضائيه لي الانتقام انا اجازي يقول رب وايضا الرب يدين شعبه الكلام ده وقاله موسى في الاواخر بتاعه ايامه وهو ينتحب على شعب اسرائيل. قالوا يا موسى ارضعتهم لبنا من عسل من من حجر وديتهم شربتهم وعرفتهم بس يا موسى هيسيبوني يا موسى. فبدا موسى يتعامل ويقول ودي ما هم بيرنموها هو الصخر الكامل صنيعه لكن خلي بالك ان يعني انت عوجيت هيوجد قضاء راح الرب بدا يكشف لموسى نهايات الخط اللي هيحصل. فبدا يتكلم معه على القضاء اللي هيتم لان الشعب هيتركه بيتكلم عن سبع صنديق. فبيقول لهم أنتم الان ان ما مشيتوش بدواء ودستوا على يسوع هتعدوا في الضيقه بيتكلم مخيف إن هو الوقوع في يدي الله الحي ولكن تذكروا الايام السالفه التي فيها بعدما انرتوا صبرتوا بعدما قبلتوا يسوع ومشيتوا في النور دوا وعشتوا في جهاد عديتوا في وقت صعب الام كثيره من جهه من جهه المشهورين مشهر بهم يعني تعرضتوا لاهانات وضيقات من جهه صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا يعني لانكم انتسبتوا الى بولس فاضطهدتوا عشان انتوا تابعوا يا اما انتوا اضطهدتم مباشره يا اما اضطهدتوا عشان انتوا تابع خدام لانكم رثيتم القيود ايضا وقبلتم سلب اموالكم بفرح عالمين في انفسكم ان لكم مالا افضل في السماوات وباقيا فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمه كنتم ماشيين صح انا إيه خليكم تقفوا لانكم تحتاجون الى الصبر ابتدي فعل الصبر في حياتك حتى إنا اذا صنعتم مشيئه الله تنالون الموعد الموعد ايه الموعد المتبقي ايه الوعد المتبقي لانه بعد قليل جدا سياتي الاتي ولا يبطئ وعشان تعيش صح اما البار بالايمان فبالايمان يحيى الايمان متكرره في الاصل اما البار بالايمان بالايمان يحيى وإن ارتد لا تسر به نفسي وأما نحن فلسنا من ارتداد الهلاك الهلاك احنا مش عن هلاك المؤمن بس نتكلم عن الضيقه بل من الايمان لاقتناء النفس مش كده اقتبس من حبقوق اثنين في البار بالايمان يحيى تعالى نرجع ونشوف النص من البدايه خالص من نتعلم ازاي الشخص يحيى حياه الاستعداد لاحظ معي اللفظ في عدد خمسة لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة نقول دخوله إلى العالم رب يسوع ما دخل العالم واللفظ ده وذكر في عبرين واحد دخوله إلى العالم طلع معي بسرعة عبرين واحد وعدد ستة وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول معنى كده الدخول بتاع رب يسوع هو او وجود ودخوله الى العالم واتكلمت فيها في سلسله القيامه السنه اللي فاتت تقريبا نثق انك تباركت بسماعك للكلمه للمزيد ولمواضيع اخرى زر موقع الحق المغير للحياه على الانترنت lifechangingtruth.org l i f e changingtruth.org كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس لا تتردد في كتابة أسئلتك اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contact us at نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك الرب يباركك